يعطيكم العافية جميعا. إن شاء الله الآن راح نبدأ بالمحاضرة الأخيرة اللي هي Electron Transport Chain أو Oxidative Phosphorylation. في محاضرة الماضية حكينا عن كل موضوع الكربوهيدرات إلى موضوع الكريبس سايكل. هسا زي ما احنا لاحظنا يعني لما كنا نطلع من الجلايكولايسز أنتجنا ناد اتش، صح؟ تذكروا أنه أنتجنا 2 ناد اتش، وبعملية الكريبس سايكل أنتجنا 3 ناد اتش، صح؟ واصلا عمليه تكوين الاسيتيل كو اي اللي هو عن طريق من بايروفيت الاسيتيل كو اي عن طريق البايروفيت دي هيدروجينيز برضه منتج ناد اتش، تمام؟ اللي هو واحد ناد اتش، تمام. طبعا هي احنا قاعدين نحكي احنا هون للجلايكو للاسيتيل كو اي وحده، فاحنا مضرب اثنين هون وهون مضرب اثنين هون، اصلا اوريدي مضروبه باثنين، تمام. فانتجنا ناد اتش كبير وانتجنا برضه واحد فاد اتش، وين؟ برضه بالكريبس سايكل. طب هذول كلياتهم وين يروحوا؟ كلياتهم يروحوا على الالكترون ترانسبورت شين. وين موجوده هاي الالكترون ترانسبورت شين؟ هاي الميتوكوندريه، تمام، وهي الانر ممبرين، طبعا هذا الازرق اللي هو الاوتر ممبرين، تمام. وعندنا هون الماتريكس اللي حكينا بصير فيها ايش؟ الكريبس سايكل. وهاي عندنا الانر ممبرين بصير فيه هون بهاي المنطقه اللي هو بصير عندنا بالسيسترنا اللي هو بصير فيه عندنا ايش؟ الالكترون ترانسبورت شين او الاكسيداتيف فوسفوليريشن. طيب هسا انتقال الالكترونات هو اصلا من اسمها الكترون ترانسبورت شين، تمام، من اسمها انتقال الالكترونات، هي عباره عن انتقال الالكترونات وانتقال هيدروجين، تمام، انتقال الالكترونات وهيدروجين. طيب كيف بنتقل الالكترون والهيدروجين؟ يا عن طريق عن اربع طرق، تمام، يا عن طريق الفيروز والفرك اللي هو الحديد. الحديد بيكون اف اي بلس 2، طبعا ايش يعني بلس 2؟ يعني ناقص الكترون، فهو ايش شكله؟ يعني هو بكون هيك بحالته الاختزال، بعدها بتأكسد بصير ايش؟ لا اف اي بلس 2، تمام. او بنتقل على شكل هيدروجين اوتومز، يعني على تقل على شكل اتش زي ما هي، على شكل اتش زي ما هي عن طريق الفاد اتش، مش احنا كان الفاد اتش 2 تنقول لي برضه هيدروجين، هذا الهيدروجين برضه بستخدمه بدخله على الالكترون ترانسبورت شين، شو بسوي؟ بنتج لي اي تي بي، وهذا المحول من اف اي بلس 3 الى اف اي بلس 2، تمام، بنتج برضه بطلع الكترون، الالكترون هذا بدخل الالكترون ترانسبورت شين وبنتج لي اي تي بي برضه، او عن طريق الناد اتش. الناد اتش حكينا فيها اتش، صح، باخذ هاي الاتش بدخل الالكترون ترانسبورت شين تكون على شكل هيدريت ايون، وين تدخل؟ تدخل الالكترون ترانسبورت شين وبطلع منها اي تي بي، تمام. وبرضو عن طريق الاكسجينيسز، حكينا الاكسجينيسز هي عباره عن اضافه 1 اور 2 اتومز من الاكسجين، تمام. هذول كلياتهم بنسميهم اللي فوق بنسميهم ريديوسينج ايكويفالنت، تمام، ريديوسينج ايكويفالنت من اسمهم اللي هو زي حكينا نسميهم عوامل اختزال، تمام. ليش؟ لانهم بيختزلوا، لانهم بيساعدوا عمليه التاكسد. حكينا عامل الاختزال بيساعد عمليه التاكسد، وعامل المؤكسد يساعد في عمليه الاختزال، تمام، تمام التمام. هسا ايا كان مصدر الاسيتيل كو اي، تمام، ايا كان مصدر الاسيتيل كو اي، حكينا في المحاضره الماضيه انه في عندنا بنوصل شيء اسمه اسيتيل كو اي، صح. في محاضرة 10، تمام، حكينا انه بنقسم احنا الميتابوليزم لثلاث اقسام اللي هو البرايمري والسكندري والتيرشري. البرايمري اللي هو عملية تحويل اللارج مولكيولز لسمول مولكيولز، تمام. بعديها بدخل في السكندري بتنتج لي الاسيتيل كو اي، دائما الاسيتيل كو اي بتدخل لي على الكريبس سايكل، الكريبس سايكل بتطلع لي ناد اتش، ناد اتش بس يدخل ويتحلل عن طريق الالكترون ترانسبورت شين بكون بنسميه تيرشري ميتابوليزم، تمام، تمام. هذا سواء كان عندي كربوهيدرات تحول لجلوكوز، او كان ليبيد تحول لفاتي اسيد، او بروتين تحول لامينو اسيد، كلياتهم بينتجوا لي ايش بالاخير؟ اسيتيل كو اي. الاسيتيل كو اي هذا بدخل كريبس سايكل، اي كل هذول بدخلوا اسيتيل الكريبس سايكل. الكريبس سايكل دائما بينتج لي ناد اتش، الناد اتش هذا كلياته بده يودينا على الكترون ترانسبورت شين، تمام. فاذا مصدر الطاقه اللي بتنتجها الكترون ترانسبورت شين ما بكون بس الكربوهيدرات، مصدرها كربوهيدرات فاتي اسيد وامينو اسيد، تمام، تمام. طب انا خليني اشرح لكم اياها انه كيف هي بتصير. نمشي على الخطوات الاتيه. هذا في عندنا شيء اسمه الكتروكيميكال جريدينتس. بكل اختصار احنا بنبلش من الناد اتش، تمام، بنبلش من الناد اتش بنتهي عند التفاعل بـ O2. فاذا دائما الناد اتش اللي هي السالب اكثر شيء سالب. طيب انا اصلا ايش قاعد بنقول؟ انا قاعد بحكي لك ايش اسم العمليه، الكترون ترانسبورت. فانا قاعد بنقول الكترونات شو مالها؟ سالبه، صح، صح، قاعد بتتجه من الناد اتش
الناد اتش اذا ايش راح يكون؟ اللي هو سالب، اكثر شيء سالب تنتجه للاوتو. طب عشان تمشي الالكترونات بتحتاج انه يكون في عندنا قوه، القوه هاي قوه كهربائيه. طب شو القوه الكهربائيه للجذب؟ انه يكون موجب. في دائما بتنتقل من مكان في الكترون الكترون نيجاتيف عالي الى مكان في الكترون بوزيتيف عالي اللي هو الاوتو، تمام؟ عشان هيك بنسمي الاوتو اللي هو تيرمينال، اللي هو تيرمينال اكسبيتور للالكترونات، تمام؟ تمام. هي هون برضو هذا الجدول مبين لك انه عندنا الناد بلس اكثر اشي سالب، بعديها اخر اشي اكثر اشي موجب اللي هو الاكسجين بيجي مع الهيدروجين بعطيني H2O. طيب طيب الخطوات عندنا بتصير كالاتي، الخطوات عندنا بتصير كالاتي. خليني اشرح لكم اياها هذه الرسمه. اللي بصير عندنا كالاتي، في عندنا كومبلكس 1، في عندنا كومبلكس 1 وكومبلكس 2 وكومبلكس 3 وكومبلكس 4، وفي عندنا الكومبلكس 2 طبعا هي والكومبلكس 1 هاد والكومبلكس 2 3 هاد والكومبلكس 4 هاد، وفي عندنا بينهم موبايل، تمام؟ موبايل كوانزيم اللي هو كو اي الكوك واي والسيتوكروم سي، تمام؟ تمام. اول شيء بيجي عندي الناد اتش، الناد اتش او الفاد اتش. طبعا هذا عندي الايش هو الانتر ممبرين سبيس، وهون عندي الاوتر ممبرين بكون، وهذا عباره عن الانر ممبرين، وهذا عباره عن الماتريكس. طبعا حكينا ايش بالماتريكس بصير؟ في عندنا كريبس سايكل. الكريبس سايكل حكينا ايش بتنتج؟ ناد اتش. الناد اتش هذا بيجي وين؟ بيجي على هاي المنطقه. طيب اجعل كومبلكس 1، اجعل كومبلكس 1 شو بصير؟ انا حكيت لك انه ناد اتش بسحب هاي الهيدروجين، المين الكومبلكس 1 بسحب هاي الهيدروجين بودي لي اياها لوين؟ للكوك واي. من الكوك واي الهيدروجين هاي بتروح لوين؟ للكومبلكس 3. من الكومبلكس 3 بتروح على السيتوكروم سي، بعدها من السيتوكروم سي بتروح وين؟ على على الكومبلكس الكومبلكس 4، بعدها بتروح على عمليه الكيمو اسموزيس، تمام؟ رح نحكي عنها كمان شوي، تمام؟ تمام. هي كل الخطوات ببساطه. طيب انا حكيت لك انه بينتج ناد اتش، طيب مرات بينتج لي فاد اتش، مش حكينا اصلا ايش بينتج الكريبس سايكل؟ 3 ناد اتش و1 فاد اتش، صح؟ طب هاي الفاد اتش شو بتسوي؟ بتروح على الكومبلكس 2 على طول، باي باسنج الكومبلكس 1، يعني ايش؟ بتتعدى الكومبلكس 1 ما بتمر فيها، فبتروح على الكومبلكس 2. شو بتسوي؟ بصير لها بتسحب الهيدروجين، نفس الشيء من الفاد اتش بتسحب الهيدروجين بتودي لي للكوك واي، بسحب هذا الهيدروجين بودي لي للكومبلكس 3، بعديها بودي لي للسيتوكروم سي، بعديها بودي لي للكومبلكس 4، تمام؟ تمام. هاي كل الخطوات بسهوله. طيب هسه كيف بدك تحفظ هدول؟ انه كومبلكس 1 ايش اسمه؟ ايش اسمه العلمي؟ انا بحكي لك كيف تحفظهم. الكومبلكس 1 حكينا شو مسوي؟ بسحب الهيدروجين من ايش؟ من الناد اتش. فاذا ايش راح اسميه؟ راح اسميه ناد اتش دي هيدروجينيز. ليش؟ لانه سحب الهيدروجين دي هيدروجينيز. طب الكومبلكس 2 حكينا شو بيسوي الكومبلكس 2 هذا؟ بسحب من الفاد اتش، تمام؟ طب الفاد اتش من وين جاي؟ من السايكنيت. مش احنا حكينا اصلا بالكريبس سايكل متى بنتج عندي الفاد اتش؟ لما احول من السايكنيت لوين؟ للفيوميريت، صح؟ صح. فعشان هيك بنتج عندي فاد اتش. طيب اذا ايش بسميه؟ بسميه سايكنيت اوكسيدو ريدكتيز، تمام؟ او سايكنيت دي هيدروجينيز. عشان هيك هو حسب العمليه. طب الكومبلكس 3 شو بسوي؟ بسحب الهيدروجين من الكوك واي. اذا ايش راح اسميه؟ راح اسميه كوك واي ريدكتيز. ليش؟ لانه اخذ الكوك واي من القبلي اللي هو سايتوكروم اللي هو كوك واي. طيب الكومبلكس 5 شو بسوي؟ حكينا بده يسحب شو بسوي؟ بده يخسر الهيدروجين وضيف لي اياه على الاو2، صح؟ طيب شو اذا بسميه سايتوكروم سي اوكسيديز؟ بس بكل بساطه يعني اسم العمليه تمثل اسم الكومبلكس. طيب هسه بالنسبه للكو انزيم كواي اللي حكينا اللي هو موجود وين؟ اللي بيكون موجود في هاي المنطقه هيو، اللي بيكون موجود هون، عباره عن شو؟ بدي اياك تعرف انه هي عباره عن بيقدر يستقبل 2 الكترون، تمام؟ بيقدر يستقبل 2 الكترون، وهو عباره عن الليبيد سولوبل. ليش الليبيد سولوبل؟ لانه اصلا بيكون موجود بالممبرين اصلا نفسه، بيكون موجود في الممبرين نفسه، ما بيكون برا، بيكون في منطقه الهيدروفوبيك. فهو ايش؟ عباره عن ليبيد سولابل، تمام؟ بكون ذائب في اللبد. طيب بالنسبه للسيتوكروم في عندنا ثلاث انواع اللي هو A وB وC. طبعا C في منه C1 وفي C عادي، والA في منها A1 وفي A3، تمام؟ هذول كلياتهم بكونوا شو مالهم؟ البي والسي بكونوا مالهم؟ عباره بكونوا عن A وB بكونوا ايش؟ انتجريت، بكونوا انتجريت بالسلم ممبرين. ايش يعني انتجريت بالسلم ممبرين؟ يعني بكون مغمسات غبس في السلم ممبرين، هيك بكون شكلهم. بينما سيتوكروم سي بكون موجود في المنطقه الفري. كيف يعني فري؟ بكون موجود على السطح تاع السلم ممبرين، تمام؟ هاي التفاصيل مش ضروري تكون عارفها، ولكن يعني يمكن يجي عليها سؤال، فانا عشان هيك بحكي لك اياها، ولكن اذا انت ملحوق في الماده ما تركز عليها كثير. طيب وفي عندنا شيء اسمه الاخير اللي هو ايرون سلفر، الايرون سلفر بروتينز. هذا بكون موجود في كل عمليه، هسه رح نحكي عنه شو بسوي. طيب اللي بصير عندنا كالاتي، اللي بصير عندنا كالاتي، حكيت لك بيجي عندي الناد اتش على الكومبلكس 1، صح؟ الكومبلكس 1 حكينا شو اسمه؟ الناد اتش دي هيدروجينيز كومبلكس. ليش؟ لانه اصلا بسحب الهيدروجين من
الناد اتش فسحب الهيدروجين. تمام، في عندي جوا الكومبلكس هاد في عندنا الاف ام ان، تمام، اللي هو الفلافو مونو نيوكليوتايد. تمام، فلافو مونو نيوكليوتايد. طيب سحب الهيدروجين هاد، فشو صار؟ فصار عباره عن اف ام ان اتش 2 لانه صار فيه هيدروجين. طيب بيجي عندي اللي هو سلفر ايرون بروتين، بيكون موجود برضه جوا الكومبلكس، بسحب هاي الهيدروجين. تمام، بيحول لي اياه من اوكسيدايزد، من شكل مؤكسد الى شكل مختزل. ليش؟ لانه اخذ الهيدروجين. طيب بعد ما ياخذ هاي الهيدروجين بكب لي اياها لوين؟ للكوك واي اللي حكينا عنه. واي ايش بكون؟ ليبيد سولوبل. اخذ لي اياها فصار الهيدروجين موجود في الكوك واي. اثناء هاي العمليه شو بيسوي هو؟ بترد لي اربع بروتونات، اللي هو اربع بروتونات بيطلعوا لي لبرا. وين بيطلعوا لي لبرا؟ للانتر ممبرين سبيس. تمام، تمام. بعد ما احنا وصلنا لموضوع انه اجى عندي الكواي اتش 2، تمام، وعندي كواي، تمام، هاد شو بده يصير؟ بصير له اوكسيديشن. كيف؟ بسحب الهيدروجينتين تنتين هدول بودي لي اياهم لوين؟ لا اللي هو ايرون سلفر، ايرون سلفر بروتين. تمام، فشو بيحول لي؟ بيحول لي من شكل الفيروز، تمام، الفيروز اللي هو اف بلس 3 الى الشكل الفيريك اللي هو اف اف اي بلس تي بلس 2. تمام، شو بسوي؟ بسحب لي الهيدروجين هاي، بضل اتحرك الهيدروجين هون لحتى تدخل السيتوكروم بي، بعدها السيتوكروم سي 1، من سيتوكروم سي 1 الى سيتوكروم سي اللي هو حكينا وين بكون موجود فري على الممبرين نفسه تاع الانر ممبرين. تمام، فصار عندي السيتوكروم سي في الهيدروجين موجود وين؟ بالسيتوكروم سي. طيب السيتوكروم سي هذا شو بسوي؟ بروح باخذ لي هاي السيتوكروم سي، باخذ لي الالكترونات والهيدروجين، بنقول لي اياهم من شكل فيروز اللي هو بلس 2 الى بلس 3، بدخل على السيتوكروم A1 والسيتوكروم A3. حكيت لك انه في A1 و A3. تمام، هسه موضوع الكوبر اللي هو النحاس اللي هو CU، تمام، برضه بيشارك في هاي العمليه، بيكون بلس 2 بصير بلس 1. طب ليش هيك صار؟ لانه سحب منه الكترونات. تمام، ضفت عليه الكترونات، ضفت عليه الكترونات، انا دخلت السيتوكروم سي، دخلت الهيدروجين والالكترونات، فشو قللت الشحنه، وبرضه هون قللت الشحنه، فصار اف اي بلس 2 صار هون بلس 1. بعدين شو بسوي؟ بروح بعطي هاي الالكترونات للاو 2. تمام، بعدها بنتج لي اتش 2 او. تمام، بكل بساطه هذا هو الموضوع بكل بساطه. طب انت لاحظ اني انا حكيت لك انه من كومبلكس 1 راح على الكوك واي، بعدين من الكوك واي راح على الكومبلكس 3، بعدين من الكومبلكس 3 راح على السيتوكروم سي، بعدين من السيتوكروم سي راح على وين؟ راح على اللي هو الكومبلكس 4. هسا هاي الكومبلكس 4 بطلع لي 2 بروتون، اللي هو بطلع لي 2 اتش بلس لوين؟ للانتر ميمبرين سبيس. بينما هاي بطلع لي برضه 4 بروتون لبرا. تمام، اذا انا الكومبلكس 1 بطلع لي 4 بروتون لبرا، الكومبلكس 3 بطلع لي 4 بروتون لبرا، الكومبلكس 4 بطلع لي 2 بروتون لبرا، بينما الكومبلكس 2 اللي انا ما احكي لكم ايش عنه لهسه ما بطلع لي ولا بروتون لبرا. ليش؟ لانه اصلا موجود في المنطقه الداخليه. تمام، موجود في المنطقه الداخليه، هي الرسمه، ثواني، موجود هيو، موجود بكون بالمنطقه الداخليه هيو، بس هي عباره عن الكومبلكس 1، تمام، هاي الكومبلكس 3 وهاي الكومبلكس 4، بكون في عندي بهاي المنطقه اللي هو الكومبلكس 2. تمام، في هالمنطقه، فما بطلع لي بروتونات لبرا. حلوين؟ راح تحكي لي انه حلوين. طب وين راح الكومبلكس 2؟ انا حكيت لك الكومبلكس 2 شو بيستقبل؟ بيستقبل الفاد اتش. ففي حال كانت عندي فاد اتش شو بسوي؟ بروح على الكومبلكس 2 بحول لي من فاد اتش 2 الى فاد بلس. شو بسوي؟ بروح بعمل على الايرون سلفر بروتين. شو بسوي؟ باخذ منها اللي بتحول من اوكسيدايزد، من شكل مؤكسد الى شكل مختزل، بعدها بتروح برضه بترجع على الكواي، على الكو، على الكو كواي، بعدين بترجع نفس العملية هون، بتكمل للكومبلكس 3 كومبلكس 4. إذا كومبلكس 3 وكومبلكس 4 بكون موجودات في كل، سواء كان فاد اتش أو ناد اتش، بينما الناد اتش بتبلش من كومبلكس 1 بالفاد اتش بتبلش من كومبلكس 2. تمام، لاحظ إنه عدد البروتونات اللي هو الاتش بلس اللي طلعوا في حال أنا اشتغلت على ناد اتش أكثر من عدد البروتونات اللي طلعوا في حال أنا اشتغلت على فاد اتش. ليش؟ أقل منهم بأربعة، لأنه هذا بلش من كومبلكس 2. حكينا كومبلكس 2 ما بطلع ليش ولا بروتونات، صح؟ راح تحكي لي صح. طيب فاذا انا بعمل لي الكترون جريدينت اكثر منه اللي هو الناد اتش. طب اذا عمل لي الكترون جريدينت اكثر ايش راح يصير؟ راح يشتغل على الكيمو اسموزز اكثر، اللي هسه راح نحكي عنها، اللي هسه راح نفوت عليها الموضوع هذا. تمام، تمام، تمام. هسه بالنسبه للاي تي بي سينثيسز اللي هو نفسه الكيمو كوموزماتيك ثيوري، نفس الموضوع. خليني ارجع لكم على الرسمه لانه راح نكون نفهم اكثر لو رجعنا على الرسمه. اللي بصير عندنا كالاتي، كل بساطة، لو أنت هسا ما استوعبتش معي إشي قبل اللي حكيته، استوعب معي هون. بلش عندي الكومبلكس 1،
تمام بلش عند الكومبلكس 1 سحب الناد اتش جاي من الكريبس سايكل هيا من الماتريكس تمام ناد اتش خلى لي اياها ناد بلس كيف عمل لي اياها سحب لي اياها سحب لي الهيدروجين فيها طيب هذا الهيدروجين انتقل عندي لوين للكواي هذا الكواي هذا حكينا وين موجود موجود سولابل في الليبل طيب نقل لي اياها لوين للكومبلكس 3 الكومبلكس 3 بدنا نقل لي اياها للسيتوكروم سي اللي بكون موجود وين فري على الممبرين طيب هذا السيتوكروم سي بسحب لي بودي الهيدروجين وين على الكومبلكس 4 الكومبلكس 4 بعطيهم للاو 2 بتحول لي ل H2O طيب هذا في حال ناد اتش طيب في حال فاد اتش حكينا فيه هون عندنا كومبلكس 2 بخذ لي الاتش الموجوده بالفاد اتش بسحب لي اياهم بودي لي اياهم وين على الكواي الكواي بخذ لي اياهم برضه بودي لي اياهم الكومبلكس 3 نفس العمليه بعدين من الكومبلكس 2 من كومبلكس 3 عفوا بحول للسيتوكروم سي من السيتوكروم سي بحول للكومبلكس 4 تمام انا هسه حكيت لك انه بهاي بنتقل 4 اتش بلس برا وبرضه في هاي بنقل 4 اتش بلس وفي الاخيره الكومبلكس 4 بنقل 2 اتش بلس قديش عددهم عددهم 10 10 اتش بلس 10 اتش بلس بين هاي في حاله الناد اتش طب بينما في حال الفاد اتش قديش نقلت اقل منهم 4 قديش ناقص 4 يعني بيطلع 6 اتش بلس في حاله ايش الفاد اتش طيب هذول تجمعوا وين بالانتر ميمبرين سبيس صح اتش بلس صار في عندي تركيز عالي اتش بلس برا طيب شو بسوي؟ بروح التركيز العالي هاد بسبلش يدخل لي عن طريق هون في عندي إيش اسمه؟ في عندي إيش اسمه؟ إتي بيز سانثيز تمام؟ اللي هو الكيمو أسموزز في عندي بتكون من بروتين البروتين هاد بنقدر أقسمه على جزئين اللي هو F0 و F1 ال F1 شو بسوي؟ ال F0 شو بسوي؟ بدخل لي ال H بلس لا لهذا لهذا البروتين ال F1 شو بسوي؟ بيعمل لي زي كتلت عشان ايش احول الاي دي بي للاي تي بي تمام تمام بلش يدخل هذا الاتش بلس في كل اتش بلس بتدخل بحول لي اي دي بي لاي تي بي تمام تمام ببلش يتجمع عند الاي تي بي بكون هيك استفدت من الاي تي بي بس هاي كل العمليه بالضبط هاي كل عمليه الاكسيديتيف فوسفوليريشن هسه العمليه هاي بسميها الكترون ترانسبورت تشين وهي العمليه بسميها الكيمو اسموزز او ايش بسميها البروتون تشين تمام تمام لاني ايش بسوي بنقول فيها البروتونات من الانتر ممبرين سبيس لجوا الماتريكس عشان اصنع اي تي بي طيب تمام حلوين هاي كل شيء حكيناه فوق حكينا انه في عندنا اف 0 وفي عندنا اف 1 تمام حكينا شو وظيفه كل واحد الاف 0 بدخل لي البروتونات تمام والاف والاف 1 شو بسوي بيعمل لي اكتيفيشن تمام هسه في عندنا ايش اسمه الاولجي مايوسين الاولجي مايوسين هذا بيعمل لي انهيبيشن للاف 0 طب في حال عمل لي انهيبيشن للاف 0 بطل يدخل عندي بروتونات فبتوقف عندي عمليه انتاج الاي تي بي كامله تمام بطل عندي عمليه الاي تي بي كامله كلياتها بتوقف هي انهيبيشن للسنسرز اوف اي تي بي تمام تمام طيب طيب هسه ايش ايش النظريات هي بيحكي لك انه في نظريات دعمت لي هاي النظريه انه انا انه بصير عندي اكسيديتيف فوسفوليريشن اول نظريه بحكي لك انا في حال ضفت الاسيد في حال زدت الاسيديتي طب ايش يعني ضفت زدت الاسيديتي خلينا امحي لكم هاي الرسمه عشان نفهم اكثر في حال انا زدت الاسيديتي وين في الانتر ميمبرين سبيس في هاي المنطقه زدت الاسيديتي طب شو يعني زدت الاسيديتي يعني زدت الاتش بلس بيحكي لي بزيد عندي انتاج الاي تي بي طب ليش لانه اصلا بدخل عن طريق الاي تي بيز الاي تي بي سنتيز كل ما دخل عندي اتش بلس اكثر لجوه كل ما انتج لي اي تي بي اكثر فهي النظريه دعمت لي انه انا عندي اكسيديتيف فوسفوليريشن طب شو النظريه الثانيه هي النظريه الثانيه بتحكي لك انه انا بتحكي لك انه انا في حال زدت السولوبل تاع الليبيد يعني ايش يعني انا حكيت لك انه في عندنا انتر ميمبرين هاي الانر ميمبرين تمام جوه الميتوكوندريا حكينا انه هون عند الكومبلكس صح رح تحكي لي صح انا عندي هون الاي تي بيز سنسز صح رح تحكي لي صح طب في حال انا عندي الاتش بلس الموجود هون يقدر يدخل عن طريق الممبرين بدون ما يحتاج هذا الـ هذا الاي تي بي الاي تي بي سنتيز ما راح انتج اي تي بي تمام طب انا في حال سويت هاي تمام في حال سويت هاي خليت الاتش بلس يعبر الممبرين بسهوله انا راح يدخل عندي الاتش بلس بدون اي اي تي بي فهون تيجي اهميه عمليه الكيمو اسموزز تمام تمام وفي عندنا اخر شيء الانكوبلرز راح نحكي عنه هسه اخر متفقين متفقين طب هسه كيف بس كيف بعمل عليها كنترول الكنترول الاساسي تاع عمليه الالكترون ترانسبورت شين اللي هو الاي تي بي زاد عندي الاي تي بي بوقف بيصير عندي انهيبيشن لايش الالكترون ترانسبورت شين تمام في حال زاد عندي الناد اتش راح يزيد عندي راح اعمل اكتيفيشن للالكترون ترانسبورت شين طب شو الاهم شو الاشياء المهمه عشان اعمل الالكترون ترانسبورت شين راح تحكي لي ايش الاشياء بدخلوها يا بدخلها ناد اتش يا بدخلها فاد اتش صح صح طب شو الاشياء المهمه اللي لازم تكون موجودات اللي هو الاكسجين انا حكيت لك اللي هو انه هو اكثر اخر واحد
بيستقبل الالكترونات عشان ينتج لي H2O، فهو مهم جدا. وبرضه الفوسفات، طب ليش الفوسفات مهم؟ لانه هو اصلا لما يصير عندي عن طريق البروتين الاي تي بي، الاي تي بي سانثيز، هو شو بيسوي؟ بيحول الاي دي بي لاي تي بي عن طريق اضافه فوسفات، فهي الفوسفات مهمه جدا. تمام تمام. هون بحكي لك على الاولد سيستم وال والنيو سيستم، انه في هاي العمليه شو بسوي. انا حكيت لك انه كل ناد اتش بتعطيني 2.5 اي تي بي، كل فاد اتش بيعطيني 1.5 اي تي بي. تمام. محصله الجلوكوز، تكسير الجلوكوز بيعطيني 32 ايش 32 اي تي بي. تمام تمام تمام. بدكم نحسبهم، انا بفضل انكم صراحه انتم تراجعوا الموضوع تحسبوهم لحالكم كيف بيطلعوا 32 اي تي بي من عمليه الجلايكولايسز الى عمليه الالكترون ترانسبورت تشين. طيب هسه كيف بدي اعمل انهيبيشن؟ الانهيبيشن بدي اياك تحفظهم انه عن طريق الانهيبيتورز معين، اللي هم الاولجي مايوسين اللي هو انتبيوتيك. حكينا شو بسوي الاولجي مايوسين؟ بهجم على الاف زيرو، بوقف لي اياها الاف زيرو، وقف بطل ينتج عندي اي تي بي. طيب عن طريق برضه هذا الدواء، تمام، اللي هو هذا مش دواء، هذا بيكون موجود في البلانت. تمام. بيعمل تسمم. ايش يعني بيعمل تسمم؟ بوقف عندي انتاج الاي تي بي برضه مره ثانيه. طيب الانكوبلرز هسه راح احكي لكم عنه تحت عشان ما نخربط. طيب هسه بالنسبه لموضوع الانهيبيشن للاي تي سي بروبور، ايش هم الانهيبيشن للاي تي سي بروبور اللي هو حكيت لكم عنها، هي موجوده هون احد عمليات الانهيبيشن، اني بعمل انهيبيشن للبروتينات نفسها. مش انا حكيت في عندي كومبلكس 1 وكومبلكس 2 وكومبلكس 3 وكومبلكس 4 صح؟ هسه الكومبلكس 1 بدك تحفظ انه الريتينين والاميتيل شو بيسوي؟ بيعملوا لي ايش؟ انهيبيشن، بغض النظر كيف الميكانيزم، الميكانيزم مش مطلوب. تمام. وبرضه في عندي بالكومبلكس 2 مين بيعملها انهيبيشن؟ اللي هو المالونيت، تمام، وإشي اسمه اللي هو الارثو سايكلين. تمام. الارثو سايكلين برضه بتميز انه بيعمل لي كارديو توكسيتي، ايش يعني؟ بيعمل لي مشكله في القلب. تمام تمام. هسه بالنسبه للكومبلكس 3 حكيت لك الكومبلكس 3 اصلا شوفوا في شو في بكون موجود فيه. الكومبلكس 3 بكون موجود فيه اللي هو موضوع ثواني، الكومبلكس 3 خلينا نتذكر مع بعض. الكومبلكس 3 هيو الكومبلكس 3 حكينا ايش بكون فيه موجود؟ موجود فيه سايتوكروم سي، سايتوكروم بي وسايتوكروم سي 1 صح. في حال هجم عليه انتيبايوتيك معين شو بسوي؟ بيعمل لي انهيبيشن. طيب بالنسبه للكومبلكس 4 في عندنا ماده اسمها السيانايد، السيانايد اللي هو عباره عن نيتروجين مع تريبل بوند مع الكربون. تمام. هاي شو بتسوي؟ بتروح بترتبط بالسيتوكروم A والA3، شو بتسوي؟ اللي بتعمل لي انهيبيشن لانتاج الاي تي بي، فبصير في عندي ديث. تمام. طيب الكربون مونوكسيد اللي هو السي او، اللي هو الكربون احادي احادي الاكسجين، هذا شو بسوي؟ بروح برتبط على الهيموجلوبين، الهيموجلوبين بدل ما يرتبط عليها اكسجين الهيموجلوبين بصير يرتبط عليها هذا، لانه الافينيتي تاعته عالي. تمام. الافينيتي تاعته عالي على الهيموجلوبين لانه بيعشق الهيموجلوبين. طيب في حال ارتبط بصير في عندي نقص في الاكسجين، نقص الاكسجين شو بسوي؟ بروح بيعمل لي انهيبيشن في عمليه الاكسيداتيف فوسفوريشن كامله. تمام تمام. فبيعمل لي ايش؟ نقص في جنريشن تاع الاي تي بي. بس هذا هو الموضوع بكل بساطه. تمام. هسه بالنسبه لموضوع الانكبلرز، الانكبلرز بكل بساطه انا حكيت لك انه ايش بكون في عندي؟ عمليه الكترون ترانسبورت شين صح، اللي هي عمليه الاكسيداتيف فوسفوريشن، يعني هم عباره عن عباره عن عمليتين. عمليه اول عمليه اللي هي انه ينقل الالكترونات من هون لهون لهون لهون، بعدين الخطوه الثانيه بعد ما تجمع البروتونات عندي لجوا يدخليها لجوا عشان ينتج لي اي تي بي. اللي بصير عندي في الانكبلرز شو بسوي؟ انه بفصل لي هذول العمليتين عن بعض. كيف يعني بفصل لي اياهم عن بعض؟ بيجي عندي ماده هون زي كانها فصلت لي هذا الموضوع كله، فبصير يصير عندي هذه العمليه بتصير بس ما في عندي انتاج اي تي بي، وهي العملية بتوقف عندي. ليش؟ لأنه أصلا بطل في عندي تجمع البروتونات، بطل تستفيد من هذه العملية، فبطل في عندي إنتاج للـ ATP. فهذا هو موضوع الـ Uncoupled. تمام؟ طيب تمام التمام. هاي هون بحكي لك إنه شو اللي بصير عندي في عملية الـ Uncoupled. تمام؟ في حالة الـ Uncoupled بصير عندي، مش حكيت لك إنه بتكمل عندي العملية هاي اللي هي من Complex 1 لكومبلكس 3 لكومبلكس 4، مش انا حكيت لك انه نهايتها انه لازم ينتج لي اي تي بي. هاي في هاي العمليه في حاله الانكبلرز بطل عندي ينتج اي تي بي، بصير ينتج عندي هيت يعني حراره. تمام. عشان هيك بنسميها ايش؟ ثيرموجينين. ثيرموجينين بتكون عن طريق البات او عن طريق البراون فات، هاي موجوده وين؟ في الاطفال. فعشان هيك الاطفال بدل ما ينتجوا لي اي تي بي لانهم مش بحاجه لاي تي بي لانه ما عندهم ماسلز كونتراكشن واشياء زي هاي، بروح بستخدمه في انتاج الهيت. تمام. عن طريق الثيرموجينين انه شو بسوي؟ بروح بعمل انكبلرز. ايش انكبلرز؟ بفصل بين عمليه الكيمو اسموزز اللي بنتج منها الاي تي بي، بفصل بين عمليه الترانسبورت الكترون تشين. تمام.
طيب من الأمثلة على الأشياء اللي بتعمل لي انكبلرز اللي هو هاي ليفل اوف بايلوربين، تمام، وهاي ليفل اوف ثايروكسين. الثايروكسين هو بنفرز من الثيرويد جلانز، تمام. اذا صار في عندي سناك فونيومز، شو سناك فونيومز؟ اللي هي عبارة عن لدغة الأفعى. شو بتسوي؟ بتعمل لي فوسفولايباز. شو فوسفولايباز؟ بصير تكسر لي الفوسفوليبيد. طب اذا كسرت لي الفوسفوليبيد بصير عندي الاتش بلس يدخل لجوه بدون ما احتاج السانثيز، فبطل في عندي انتاج للاي تي بي، تمام. وبرضه عن طريق الهولوثاين انتوكسيكيشن، تمام، الهولوثاين انتوكسيكيشن، تمام تمام. هذا هو موضوع المحاضرة هاي كاملة. محاضرة ان شاء الله هاي محاضرة سهلة، يعني اتمنى انكم تكونوا استوعبتوا معي. هي صراحة الشرح تاعي للمادة هاي او للمكثف هذا كان سريع جدا للأمانة، لانه اصلا انا يعني صورته كل ايات هذا الموضوع في خلال 3 ايام، تمام، مع الملفات. كان موضوع صعب جدا علي. بتمنى انكم اصلا يعني اللي بيحضر المحاضرات هاي انه ان شاء الله بكون ضامن النجاح لو حال ما بفقه شيء من المادة، وهي مصدر مراجعة ممتاز في حال انت اصلا ضامن المادة. هسا انت طبعا بعد ما نهيت المكثف راح تكون مخربط، راح تحس حالك مخربط هسا اخر الليل قبل الامتحان برضو بكرة الصبح، راح تحس حالك انك ناسي كل شيء ومدخل كل شيء ببعض. بكرة وعد هي مني، مجرد ما دخلت الامتحان وبلشت تشوف الدوائر، واذا انت حاضر المكثف ودارس وامورك تمام، مجرد ما دخلت الامتحان بلشت تشوف الخيارات، راح تجاوب على الامتحان بكل سهولة وامورك بتكون عالي العال. ويعطيكم الف عافية، لا تنسوا تطمنونا شو بصير معكم، وبدكم اي شيء ان شاء الله تواصلوا معي. ويعطيكم الف عافية.